الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع من تاريخ الفكر الاقتصادي، وهو السادس على التوالي، بعنوان العقيدة التجارية أو الميركينتالية، هكذا ترجمتها، ميركانتاليزم أو كوميرشال كابيتاليزم، رأسمالية تجارية، ترجمتها إلى عنوان باللغة العربية العقيدة التجارية، لأنه يعني الأحرف الثلاث الأخيرة من الكلمة اللاتينية إزم تصبح الآن كأنها فلسفة عقيدة. فالعقيدة التجارية هي الميركنتالية، ميركنتاليزم، أو كما سماها مؤرخو الفكر الاقتصادي بعضهم على الأقل الرأسمالية التجارية، كوميرشال كابيتاليزم. وعلى بركة الله نبدأ. الآن اشتقت كلمة الميركنتالية، ميركنتاليزم، وتعني العقيدة التجارية من أصلها اللاتيني ميرشنت، ميرشنت اللي هو التاجر، أي التاجر، وهو الشخص الذي يتخذ من التجارة مهنة له. التقط مؤرخو الفكر الاقتصادي سيرة وسلوك التجار البريطانيين على وجه التحديد، وملاحظاتهم عن التجارة الخارجية التي تصدرت بريطانيا قائمة الدول المهتمة بها. بمعنى آخر، أن البريطانيين اهتموا بالتجارة خاصة الدولية، وبخاصة مع أمريكا الشمالية وشرق آسيا، لتصبح التجارة فلسفة اقتصادية قائمة بذاتها، سماها الاقتصاديون العقيدة التجارية أو الميركنتالية. كان الفيلسوف وعالم الاقتصاد الاسكتلندي آدم سميث أول من صاغ مصطلح النظام الميركنتالي، ميركنتال سيستم، في حديثه عن نظام الاقتصاد السياسي الذي سعى لإثراء الدولة، لاحظوا أحبتي، لإثراء الدولة بواسطة الصادرات وكبح المستوردات خلال العهد السابق على سميث نفسه وجزء من عهده. نتجت الحالة التاريخية للميركنتالية من تراكمات مفصلية توالت منذ اختراع المطبعة على يد الألماني يوهانس غوتنبرغ في حوالي العام 1440، وتطورها طبعا في السنوات والعقود اللاحقة أدت إلى تسهيل التواصل بين الناس، وخاصة في أوروبا، وانتقال المعارف والعلوم والمعلومات عبر الدول بشكل أكثر موثوقية ونجاعة. وفي الوقت ذاته تراقت ظواهر أخرى، كان منها شغف الأوروبيين بالمغامرات الجغرافية البحرية بناء على اكتشافات كوبرنيكوس، إضافة إلى تطور أساليب الزراعة التي لم تعد الآن زراعة في العهد الإقطاعي، كانت فقط أنه الأقنان هم العبيد والعمال الزراعيون، ثم يأتي الفنيون والطبقة الأعلى اللي هم المتعهدون، الذين تضمنوا الأرض من الأسياد، من الأمراء، من النبلاء، وهكذا كانت فقط يعني تسد حاجات المنطقة التي عاش بها هؤلاء المزارعون والأقنان والأسياد، أو أنها يعني كانت تسد حاجة بعض القرى المجاورة، الأماكن المجاورة. لكن إذا تطورت أساليب الزراعة لم تعد نشاطا يقام لسد الحاجات الأساسية للأسياد والأقنان، بل تحول إلى نشاط تجاري ساهم في نشوء صناعات ومهن أخرى مساعدة أو مكملة، لكن النتيجة هي كانت تراخي الإقطاع واندثاره. تعود نشأة العقيدة التجارية في أوروبا إلى عقود القرن السادس عشر الميلادي، خاصة بعد انتشار مفهوم الدولة الوطنية. الدولة الوطنية نشأت كنيشن ستيت نسميها الآن، نشأت بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية، لأنه كما ذكرت في أحد المقاطع بأن الدولة الرومانية احتوت على أديان وأعراق وأجناس من البشر مختلفين عن بعضهم، وتحدثوا بتسع عشرة لغة مختلفة. فعندما انهارت الآن كل مجموعة بشرية تحدث لغة وتدين بدين معين، يعني أخذت تكون ما يسمى بالدولة الوطنية، نيشن ستيت. وعادة ما ينظر مؤرخو الفكر الاقتصادي إلى الميركنتالية باعتبارها حالة فصلت بين أواخر عهد الإقطاع وبداية الثورة الصناعية الأولى مع نهايات القرن السادس عشر، وكانت مقدمة لظهور العقيدة الرأسمالية كابيتاليزم الحديثة. فأرجو أن نكرر ذلك بأن الميركنتالية، ما يسمى هنا سميناها الرأسمالية التجارية أو كوميرشال كابيتاليزم، هي فعلا كانت مقدمة للعقيدة الرأسمالية الحديثة الآن،
توغل أصحاب رأس المال وبناء الجيوش من أجل حماية رأس المال تحت حجة يعني حماية الدولة الوطنية. نتابع. ظن المفكرون الاقتصاديون هنا عفوا ورجال الأعمال الذين كانت لهم مكان عالي في تلك الأيام بأن ثروة العالم محدودة وأن من مصلحة الدولة الوطنية مراكمة الثروة، مراكمة الثروة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، واعتبر معدن الذهب والفضة، الذهب والفضة المقياس الأهم للثروة. وظن ساسة الدول الأوروبية وبعض مفكريها خاصة في بريطانيا وفرنسا بأن من الأجدى التركيز على تعظيم قيمة وكمية الصادرات الوطنية وتقليل كمية وقيمة المستوردات. لاحظوا لي أن الصادرات يجب أن تكون أكبر بكثير من المستوردات بهدف ماذا؟ بهدف تعظيم فائض الميزان التجاري ومن ثم زيادة ثروة الدولة. أما الدول التي عانت من عجز في موازينها التجاري فكان عليها أن تدفع الفرق بالذهب والفضة. اللافت في أمر الميركنتالية أن التجار من خلال إصرارهم على المحافظة على فائض الميزان التجاري شرعوا بإقناع ساسة دولهم بضرورة إنشاء مستعمرات خاصة في الدول الصغيرة. هذه ملاحظة مهمة جدا جدا، بمعنى آخر أن العهد الميركنتالي كان يعني قد دفع هذه الدول بريطانيا وفرنسا لكن على وجه الخصوص بريطانيا بأن ترسل جيوشها حول العالم وأن تستعمر أكبر قدر ممكن من الدول وتستولي على أراضي الغير. كان الهدف من هذه المستعمرات أن تكون محطات تزود بالوقود واستراحات للجند والتجار ومستودعات تزويد وتخزين واستغلالها في سحب أكبر كمية ممكن من المواد الخام وشحنها إلى الدولة الميركنتالية كي تصنع ثاني مرة وتدر الأرباح للدولة والتجار أنفسهم. هذا طبعا سبحان الله اللي هو يعني الحصول على مواد الخام بأسعار رخيصة ثم تصنيعها وإعادة تصديرها إلى المناطق التي أصلا نهبت منها أو التي أتت منها. هناك نظرية اللي هي المركز والأطراف، ذكرتها في كتابي نظرية الانحباس وتنمية اللا تنمية، أرجو إن شاء الله يعني سأقدم فيه مقطع لاحق في المستقبل، لكن لمن يرغب أن يعود إلى كتاب نظرية الانحباس وتنمية اللا تنمية للدكتور عبد الرزاق بن هاني. نكمل. هاي الآن الملخص الأول للحديث الذي تقدمنا به حتى هذه اللحظة. نشوء الدولة الوطنية، تكمن مصلحة الدولة في مراكمة الثروة، تحقيق فائض في الميزان التجاري، بيع البضائع الوطنية مقابل الذهب والفضة. متابع. كانت البضائع المصنعة تباع في أسواق المستعمرات من أجل المحافظة على فائض الميزان التجاري للدولة الميركنتالية، بريطانيا، فرنسا، هولندا، يعني هذول الثلاث دول وإسبانيا ربما، كان هذه الدول الثلاثة والأربع كان في مقدمة الدول التي تبنت العقيدة الميركنتالية أو العقيدة التجارية. اعتمدت العقيدة التجارية على التدخل الدائم، أرجو التشديد على والتركيز على التدخل الدائم للدولة في حمايتها، حماية العقيدة التجارية وحماية مصالح المنتفعين منها على المستوى الدولي، وفرض التشريعات والسياسات التي من شأنها المحافظة على الصناعات المحلية ومصالح الميركنتاليين. تمكن الميركنتاليون من تحقيق كل ذلك خلال فترة سيادتهم بواسطة التشريعات والسياسات التي اقترحوها على الحكومات ودافعوا عنها، والرسوم والتعريفات التي فرضت الحكومات على البضائع المستوردة وتسهيل إجراءات التصدير. شجعت تلك الممارسات والسياسات الصناعات المحلية وتأسيس أشكال متعددة من الاحتكار مونوبوليز وتخصيص رأس المال لها من أجل تشجيع نموها بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الأسواق والمصادر الخارجية. سيطر النظام الميركنتالي على الفكر الاقتصادي الأوروبي والسياسات الحكومية للدول الأوروبية منذ القرن السادس عشر الميلادي وحتى العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر، ولم تتغير سياسات الدول الأوروبية خلال هذه الفترة، فتجلت بالمحافظة على فوائض الموازين التجارية ولم تتخلى عن نهمها بجمع الثروة بشكلها المعدني الذهب والفضة. وتغولت الحكومات في دعم التجار
والشركات التجارية التي نشأت بموجب النظام نفسه. وكانت شركة الهند الشرقية هذه من الأمثلة السافرة عن نظام الميركنتالي. شركة الهند الشرقية البريطانية التي أسستها طبعا حكومة بريطانيا بسمم British East India Company مثالا جليا على سيطرة الشركات وقيادتها للسياسات الحكومية. هذا الملخص الثاني، إنشاء المستعمرات ومحطات التزود خارج الدولة، تدخل الدولة الدائم لمصلحة الطبقة الميركنتالية وحماية مصلحة الدولة، منح الامتيازات الاحتكارية للشركات الميركنتالية. نكمل. وجدت ميركنتالية القرن السادس عشر باعتبارها نظاما اقتصاديا ابتعد عن الممارسات الإنسانية إلى حد ما، وجدت مبرراتها في قيام القوى الإقليمية الكبرى بتقوية مراكزها وجهودها التي ورثتها من النظام الإقطاعي باعتبارها دول وطنية، لاحظوا نيشن ستيت، وتنافسها حول الثروة، ومنها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وهولندا سقطت سهوا. كانت المستعمرات التي استولت عليها القوى الأوروبية الكبرى من العوامل التي دعمت النظام الميركنتالي، إضافة إلى ارتفاع مساهمة السلع الصناعية في الصادرات والاعتماد على العملة المعدنية المصنوعة من الذهب والفضة. أدى انتشار الفكر الميركنتالي إلى احتدام المنافسة بين القوى الأوروبية المركزية ثم إلى حروب طاحنة، فلم تبقى الجيوش، وهذه ملاحظة مهمة أحبتي الطلبة والمتابعين، لم تبقى الجيوش مؤسسات أنشئت لأهداف مؤقتة أو حفظ الأنظمة الملكية والإقطاعية، بل تحولت إلى جيوش متفرغة من أجل الدفاع عن الميركنتالية. وأنا الآن يعني عندما عاد ترامب وبدأ حربه التجارية مع الصين وتنكروا لكثير من الاتفاقيات الدولية، هو الآن فكر ميركنتالي بامتياز سبحان الله لكن بثوب حديد. الآن أصبحت هذه الجيوش متفرغة من أجل الدفاع عن الميركنتالية والدول المستفيدة منها والمساعدة في التوسع على حساب أراضي الشعوب الأخرى، مثل ما حدث في الأمريكيتين وأفريقيا وآسيا. وقد تبلورت كل السياسات التجارية في عهد الميركنتالية نتيجة للعلاقات القوية بين طبقة التجار والحكومة من أجل هدف واحد، وهو زيادة ثراء الطبقة الميركنتالية وزيادة ثراء الحكومة التي تبنت فكرهم، فكانت الضرائب والمكوس ومنع المنافسة الخارجية وسائل رئيسة وظفها التجار في تحقيق غاياتهم. هذا الملخص الثالث، حروب حول المستعمرات، تحالف الدولة مع طبقة التجار، منع المنافسة وفرض الرسوم والمكوس على البضائع المستوردة من أجل حماية الصناعة الوطنية، استغلال البعثات الدبلوماسية، وهي ملاحظة مهمة جدا، استغلال البعثات الدبلوماسية في تشجيع الدول الأخرى لشراء البضائع الوطنية وتشجيع هجرة العمالة الفنية من الدول الفقيرة إلى الدول الوطنية الميركنتالية، حتى أنهم يعني يساعدوهم في التصنيع والأفكار الصناعية الجديدة والإدارة وما شابه. لقد بنيت العقيدة التجارية الميركنتالية على أسس واضحة المعالم والأهداف، لكنها كانت من غير شكل محدد، شأنها شأن الفلسفات الفكرية والاقتصادية الأخرى. وعلى الرغم من أنها سارت في معظم الدول الأوروبية، إلا أنها لم تكن متسقة من حيث التطبيق والممارسة بين الدول، وعاكست سياسة الدولة التي تبنتها، فقادت السياسة وانقادت لها، قادت السياسة وانقادت لها، وقد اتخذت كل دولة سياسة ميركنتالية منفصلة عن الدول الأخرى بما يتناسب مع ظروفها الخاصة بها. هذا الملخص الرابع، تطور تقنيات الملاحة البحرية. قانون الملاحة البريطاني، هنا أرجو أنه يعني أشرح بشكل بسيط عن الآن الميركنتالية احتاجت إلى سفن واحتاجت إلى بحارة واحتاجت إلى يعني وسائل الملاحة هاي المتطورة. فالآن هذه تقنيات الملاحة البحرية تطورت بشكل كبير جدا، خاصة في بريطانيا وفرنسا وهولندا. البريطانيون سنوا قانون الملاحة البريطاني بسموه British Navigation Act، الذي فرض على كل المستوردين أن لا يستوردوا أي شيء إلا على متن السفن البريطاني. طبعا المستوردين الإنجليز البريطانيين إذا أرادوا أن يستوردوا شيئا ما، وكانت طبعا كميته قليلة جدا، فقط المواد الخام التي كان يعني يسمح بها بدون عوائق. هذا القانون أنه إذا أراد التاجر أن يستورد
المواد الخام وبعض الأشياء الأخرى من خارج بريطانيا فلا ينبغي عليه إلا أن يشحن بضاعته على متن السفن البريطانية، وفرض على المصدرين أن لا يصدروا إلا على السفن البريطانية، ولم يسمح لأي سفينة يعني عابرة ترسل بضاعة إلى دولة أجنبية تأتي إلى بريطانيا إلا إذا كانت بريطانية. وهناك الآن تحدثوا يعني في هذا النظام الكتالي عن قانون السلع الرئيسة العقيدة التجارية باعتبارها فلسفة تقيس الأمور بنتائجها، أي بمعنى آخر أن التجار كانوا دائما يفعلون ما يشاءون، المهم أنه يحققوا الربح. يصنف مؤرخو الفكر الاقتصادي أصحاب العقيدة التجارية اللي هم الميركنتالية تحت عنوانين: واحد الميركنتاليون ميركنتاليست، وهم الذين تمسكوا بمبدأ زيادة تصدير السلع الوطنية خاصة السلع المصنعة مانيفاكتشر جود من أجل الحصول على المزيد من الذهب والفضة، وفي الوقت نفسه كبح المستوردات من الدول الأخرى إلى أقصى حد ممكن كي لا يتسرب مخزون الذهب والفضة إلى العالم الخارجي. الثاني اللي هو العنوان الثاني السبائكيون بوليونيست، وهم الذين تبنوا مبدأ مراقبة وتقرير أسعار صرف العملات الأجنبية ودافعوا عن منع تصدير الذهب والفضة خارج أوطانهم ومن استيراد سلع الرفاهية، لاحظوا لي هنا، لأنها حسب معتقدهم تسبب نصفا في المعدن النفيس من الفضة والذهب. طبعا هنا في شيء من المنطق في هذا الحديث. الآن أتحدث عن لواء المفكرين الأوائل، المفكرين الميركنتاليين الأوائل الذين كتبوا في العقيدة التجارية بشكل ملخص ومختصر وسريع. هذا جيرارد دي ميلانيز، مواليد 1570 توفي سنة 1641. هذا ملخص أفكاره، كان يعني يتبنى مبدأ السبائكية ومبدأ الرفاء العام، المحافظة على نوعية الصادرات والمستوردات، خالف المبادلات غير الشرعية وطالب بمحافظة على أسعار الصرف من التلاعب. هذا توماس مون، مواليد 1571 توفي سنة 1641، ملخص أفكاره نادى بتحقيق الأمن الغذائي، وهذا شيء غريب إنه يعني واحد في تلك الفترة هذه الفترة أن ينادي بمبدأ الأمن الغذائي food security بواسطة استغلال الأرض بوار، حتى لو كانت أرض بوار نستغلها، التصدير والاستيراد بواسطة السفن البريطانية فقط، بمعنى آخر أنه دافع عن قانون الملاحة البريطاني أنه لا يعني لا يجب أو بمعنى يمنع استيراد أو تصدير البضائع إلا على متن السفن البريطانية، ونادى بمبدأ الاكتفاء الذاتي، التجارة مع البلاد البعيدة اعتقد يعني واعتقدوا في مكانه بأنها تربح أكثر لأنه الدول القريبة من بريطانيا كانت تنافس بريطانيا وبالتالي لا تحتاج إلى بضائع من بريطانيا، ونادى بتصدير السلع المصنعة ووضع رسوم على البضائع المستوردة. يجي الآن على أنطونيو سيرا، هاي ملخص أفكاره الحصول على الذهب والفضة حتى ولو لم تمتلك البلاد مناجما لهذين المعدنين، قدرة البلاد على إنتاج السلع الزراعية بفائض عن حاجتها، ميزة الموقع الجغرافي، حجم السلع المصنعة، تعليمات حكومية ناظمة للتجارة. إدوارد ميسلدن، مواليد 1608 توفي 1645، شوفوا يعني عمره كان قصير، يعني تحدث عن ميزان التجاري وعجز ضرورة تحقيق فائض في الميزان التجاري، التجارة عفوا هنا خطأ طبعي، التجارة واحتكار القلة، تحرير التجارة من المنافسة. هذا قد يكون من أخطر يعني ومن أكثر الناس الميركنتاليين، جين بابتيست كولبرت، مواليد 1619 توفي سنة 1683، كان وزيرا للمالية في عهد لويس الثاني عشر، وهو الذي دفع الميركنتالية الفرنسية إلى أعلى قمة، وقد يعني طالب الحكومة بإعفاء التجار من الطائرة الآن شوشت علينا، إعفاء التجار من الضرائب خاصة التجار الذين يصدرون ويستوردون المواد الخام، وكذلك الأمر دعم صناعة السفن حتى تغدو فرنسا يعني مالكة لأكبر أسطول تجاري في العالم، لكنها لم تسبق بريطانيا ولا هولندا في تلك الأيام. فهاي الكولبرتية كولبرتيزم هو أسس المزارع الضريبية اللي هي زي المناطق الحرة، يعني كأن نقول مناطق تجارية حرة، ففي بعض المناطق التي قال عنها بأن هذه هي مصدر للضرائب الحكومة، بعدين دافع عن التجارة واحتكار القلة. المزارع الضريبية الخمس في مناطق يعني في أوروبا أنشأها هو،
تشجيع صناعة السفن. هاي الآن العقيدة الكولبرتية. يوزواي تشايلد 1630-1699 هذا البريطاني، الربط بين سعر الفائدة يعني أفكار ونمو التبادل التجاري الاقتصاد الاستعماري colonial economy، هذا يعني الاقتصاد الاستعماري. كتب عنه هذا الشخص أول ما كتب عنه، لكن كتب عنه فيما بعد أشياء عظيمة جدا، أصل يعني أفكارها من هذا المفكر العظيم. الآن تشارلز ديفنت 1650-1714 ملخص أفكار، وكان من أذكى ما عرفته العقيدة الميركنتالية. عقيدة التجارية مصدر القوة السياسية، هكذا ظن. ضرورة الفائض التجاري في تمويل الحروب، أهمية السوق التنافسية، ارتباط المنافسة بالحرية، ضرورة زيارة عدد السكان. هذا من الذين نادى بزيارة عدد السكان حسب معتقده، أنه كلما زاد، واعتقادي أنه معتقده في منطق، كل ما زاد عدد السكان كل ما زاد العلماء والصناعيين والعمال وما شابه، والكثافة السكانية. يجب أن تكون النقود مقبولة بصرف النظر عن قيمة المعدن المسكوكة منهم. أهمية التعامل مع الأرقام والحساب السياسي، تعريف الدخل الوطني. نقد الميركنتالية الآن سياسيا، بناء الجيوش من أجل حماية التجارة والتجار والتجارة، يعني هاي كان مأخذ على الميركنتالية بأنها حشدت كل الدولة من أجل مصالحها. فبناء الجيوش من أجل حماية التجارة والتجارة، الميركنتالية محرك رئيس لسياسات الغرب حتى الحالية، تطويع التجارة لمنطق الحرب. نقد الميركنتالية اقتصاديا الآن، تقليل سعر الفائدة، زيادة كمية النقود، إبعاد الدين والسياسة عن سياسات التجارة وتحقيق الربح. انتقلت من اقتصاد المقايضة إلى اقتصاد النقود، أجور الكفاف، تراجع الأهمية النسبية للقطاع الزراعي، مهم جدا. طبعا هذا كله موجود في كتابي الجزء الأول، تاريخ الفكر الاقتصادي منذ العهد الهيليني إلى بداية القرن 21، أرجو الرجوع إلى الجزء الأول. طبعا أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة البرجوة لكم جميعا أحبتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.